كم 30 سنة أنا في الحرفة. خمسة. نعم. تقرأ. المهنة هذه تقريبا 8 سنين وأنا يا تنشتغل فيها. نظرا للظروف شكون غادي تقبلني باش غادي نخدم معاه. بعد ما دوزت واحد المدة ديال المعتقل. تقريبا ما يقرب كنت محكوم ب 20 سنة و تقريبا 20 سنة قضيت منها 14 سنة واستفدت من العفو جوج خطرات 3 سنين في 3 سنين. من بعد الخروج ديالي من السجن التحقت بعد المراكز ديال المرصد السجناء كل اللي دايرين فيهم دايرين فيهم ناس اللي هما مدوزين السجن ملي تتمشي عندهم تيبقاو عليك سير واجي خصك هادي خصك هادي يعني هذاك المركز داروا فيه هذوك الناس ما يستحقوش يكونوا تماك لحقاش هذوك اول حاجه دازوا كانوا في السجن يعني دائما تيشوفوا غير الا بغيتي يساعدوك خص يكون عندهم هدف معك تما. كل واحد يعطي كل يعطينا 3 دراهم كل يعطينا 5 دراهم كل يعطينا 10 دراهم الناس ما مقاداش. الله يجعل البركة عايشين. السبعة ديال الصباح تنبدا في العمل ديالي حتى ديك 3 4 يعني كنقول لك شي تيعطيك 100 شي تيعطيك 60 شي هذا ملي تقول شي تيعطيك غير 40 ومني تقول له زيد ولا شي حاجه تيقول لك وتزيدوني عاد نزيدك واش انا ما تبعني مصاريف ما تبعني مسؤوليه ما تخلص دوم ما تخلص ما عايش غير هكا كله راه انا عندي مصاريف الحياه فهمتي انا عندي مصاريف الحياه وهاد المهنه راه ما راضيش بها انايا ولكن راه الظروف اللي جعلتني انا كل لقيت البديل ما نبقاش فيها راه من اقرب المهن انا دابا تنعيش راه شحال من واحد قال تيتم دايز تيشوفني بها ولا شي حاجه وتيعرفني وكاع ما تيرضى يسلم عليا وتيقلب الدوره انا خصني شي بديل واش الا مرضت اول ولادي مرضوا راه كل شيء مني انا راه ما كاينش شي واحد اللي تيرحمني او عندي شي لاميتوال او عندي شي حاجه انا ما كرهتش انا شي بديل ولكن ما كاينش تنتلقى ضغوطات لا من طرف الشرطه ولا من طرف البلديه واش كاين شي انا مواطن اريد العيش الكريم لا اريد ان اعيش محتقر بغيت نعيش حتى انا كسائر المواطنين واش انا راه بحال لا تنحس براسي مواطن من الدرجه الثالثه او هذا كما تيسميوها انا بغيت نعيش مواطن عادي شريف مهنه شريفه بغيت الدوله تساعدني ماشي تضغط عليا ولا تضغط عليا اش بغيتيني ندير جري عليا من هادي لهادي بغيتيني انا نمشي نرتكب عاوتاني اخطاء اخرى
باش نصدق عاوتاني. انا ملي خرجت من السجن حاولت نصلح راسي براسي، ولكن ها انا دابا صالح راسي ورب اسره وتنصرف عليها وتنحاول ما امكنني مني دواء مني اي حاجه باش بهاد المهنه هادي واحد تيتم تتسيري له تتسيري له يشدك وتيعطيها لك، ما تتعرفها 40 ولا 50 تجي تقلبها تتلقاها ضرب 50 متر ولا 60 متر، اش غادي تقول له؟ كيفاش انت بغيتي تعيش في هذه الحياه هذه؟ انا بغيت مساعده ماشي تقمعني، بغيت مساعده ساعدني اعطيني عمل تانايا. دابا في عمري دابا 52 عام، اش باقي ليا كاع في هاد الحياه كاع؟ يعني ساخط على الوضعيه، ساخط على هاد المجتمع، ما تلقاتش شي مساعده، كان ما عرفتش كيفاش نعبر لك انايا على هاد الحياه هادي. او شنو نقول لك؟ ابني انا شي كل شنو تيعطيك شي تيعطيك رب 60 شي تيعطيك 100 شي تيجبدها وتيكمشها وتيجبد تقلبها تتلقى جوج دراهم ولا 36 ريال. واش انايا عايش بيليكي؟ واحد تيقول لك انا راه تنعاونك، باش تتعاوني تتعاوني تعطيني 60 ريال ولا 40 ريال تقول لي تنعاونك، وانت باقي عاقل عليا من زمان. ودابا راه عصر اخر، هذا راه كلشي المعيشه غاليه، كلشي غالي. يلا سيدي اجي انت نعطوك ديك 60 ريال ولا ديك 40 ريال، شوف اش غادي دير لك. ظروف اش نقول لك؟ ظروف جد قاسيه، مضايقات من جميع الاطراف، واش نقول لك؟ حياه بائسه وعمر ضائع من صغري الى يومنا هذا، وانا باقي وما نعرف حتى المستقبل ديال الاولاد، ما نعرف كيفاش تا هما واش تا هما غادي يديروا. انا دابا لا دابا عندي وليد، هذاك الوليد هذاك راه تيساينك. دابا انا تنعيش هنا على الاعصاب وما تيعيش على الاعصاب، انا عايش هنا على الاعصاب تندبر، او ولادي عاوتاني تيعيش على الاعصاب تيتسناوني واش غادي نجي ولا ما نجيش. سا ديبا يعني خصنا المسؤولين تعاود لي غادي تجري عليا تقول لي نوض من هنايا الشارع هذا او هذا، ودبر عليا ما تبقاش تقول لي مشكلتك. حقيقه راه مشكلتي، ولكن كاين شي بديل. انا مواطن مغربي زدت هنايا، خصني نعيش، خصني نعيش، ماشي تقمعني، ماشي دي بحال دي بحرام، خصني نعيش. هذا ما تنطلب، انا تنطلب مساعده، انا اعطيني تنطلب يساعدوني غير في تريبورتر، انا طلبتهم في المرصد يساعدوني غير في تريبورتر، ونخدم على راسي كسائر الناس. ماشي هذه المهنه هذه راه ماشي مهنه، رانا غير تنصور اليوم ديالي عيش لا تموت. واش منين غادي نجلس فينا هو هذا العمل؟ ومني تجي تقلب راه تلقى ناس كاع قاريين، وهذا راه ماتي هو تيدور تيتشومر. انت انا راه خصني عمل، راه مواطن مغربي خصني انا عمل شريف، انا نخدم على راسي، انا نكون بحالي بحال الناس.